العلاج الجراحي يلجأ له في حالات تزحزح في الفقرات وعدم ثبات في الفقرات، يعني انزلاق في فقرات الظهر، وهذا بيؤدي إلى انزلاقات متواصلة في الغضاريف. وانزلاق الفقرات ممكن يؤدي لضغوطات على الحبل الشوكي، وهذا ممكن يؤدي لأعراض الخضران والتنميل والضعف الكثير في منطقة الرجلين ومنطقة الفرج، في منطقة أسفل الظهر ممكن يؤدي لصعوبة في التبول، صعوبة في الإخراج، صعوبة في السيطرة على هذه العضلات، وصعوبة في انقباضات المثانة. كلها أعراض تتوجب تدخل جراحي مباشر. بالنسبة للانزلاقات الغضروفية فقط بدون انزلاق في الفقرات، إذا كانت في آلام حادة في هذه الحالة لا ينصح في العلاج الجراحي إلا بعد مرور 6 أسابيع من العلاجات التحفظية. العلاجات التحفظية المقصود فيها العلاجات الطبيعية البيتية، التمارين، العلاج الدوائي، العلاجات بالكورتيزون أو بالحقن المهدئة والمخففة للالتهابات، الكمادات المياه الباردة، المساجات، كمادات المياه الساخنة، وضع الزيوت المخففة للآلام، استخدام المشدات والوقاية. هذه كلها علاجات لازم أضغط على نفسي فيها لتخفيف حدة الآلام والضعف والتنميل والخضران اللي هي ما بتستدعي عملية. في حال مرور 6 أسابيع، يعني شهر ونص لشهرين، وما في أي تحسن يذكر، ولا مش قادر أتحمل الألم والألم شديد ومعاناة متواصلة، في هاي الحالة كل اللي اشتغلناه قبل العملية هذا حيساعدنا إن نتعافى ونتشافى من بعد العملية. فممكن نروح نعمل عملية ونرتاح، بس بعد العملية بدنا نلتزم إن نصير نعمل الحركات، نعمل التمارين، العلاجات البيتية، شوية ستريتش، شوية تقوية للعضلات، تقوية للقامة. كمان هذا مش حيعطينا فقط سرعة في الشفاء، وهذا حيمنع المضاعفات اللي ممكن تحصل من العملية أو بعد العملية بسبب إهمالنا في التأهيل ما بعد العملية. المشكلة مش في مشكلة الجراح ومشكلة العملية، المشكلة إنه إحنا ما اشتغلنا على حالنا ومفكرين إنه إذا عملنا عملية خلاص انتهينا من الديسك. طيب ما هو في عنا ديسك تاني وتالت ورابع وخامس والحبل على الجرار، فما بنلحقش عمليات. فالعمل العلاجات الطبيعية هي أساسية، والعلاجات الجراحية أساسية بهذه الشروط اللي حكيت لكم عنها. بس 6 أسابيع هذا